أهلا بكم. كيف يقيم الأداء الحكومي في العراق خلال العام 2020 على المستوى السياسي والصحي والاقتصادي؟ يصف مراقبون عام 2020 أنه عام الوعي السياسي الشعبي المتصاعد للعراقيين، والذي تجسد في ثورة تشرين المطالبة بالتغيير السياسي، حيث شهد عام 2020 ملامح اكتمال ثورة تشرين التي انطلقت قبل بدايته بثلاثة أشهر، وحتى تحولت التظاهرات في هذا العام إلى حدث يومي، وصارت الاعتصامات سمة هذا العام، حتى واجهتها السلطات الحاكمة في العراق والميليشيات بالحديد والنار، وارتكبت مجازر وغيبت مئات المتظاهرين والناشطين. فلم يعد في هذا العام الرصاص أداة نافعة لإخماد الثورة، بينما تستمر الميليشيات بعمليات القتل والخطف والتغييب القسري خارج إطار القانون، بينما يصفه أيضا حقوقيون أنه عام الانتهاكات لحقوق الإنسان العراقي. فكانت سمة هذا العام معاناة النازحين ومدنهم المدمرة. أما على الواقع الصحي فإن الأمر بدأ أكثر سوءا في ظل تفشي جائحة كورونا، إذ عجز القطاع الصحي المثقل بملفات الفساد المليارية، حيث يتحدث نواب في الحكومة العراقية أن الحكومات انشغلت بصفقات الفساد وانشغلت باختلاس الأموال وأهملت القطاع الصحي. بينما حذر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في دراسة له من تحول العراق إلى بلد موبوء بالكامل خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، بينما حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد من أن العراق دخل مرحلة التفشي المجتمعي للفيروس. أما على المستوى الاقتصادي فيتساءل محللون اقتصاديون بتهكم، هل هناك حكومة في العالم تستهدف ضرب عملة بلدها؟ ما هي المصلحة الوطنية من تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، بينما لم تتحرك خطوة باتجاه استرجاع أموال العراق المنهوبة من قبل حيتان الفساد، فعمدت إلى استقطاع الرواتب، وأرهق العراق وأجيال العراق المقبلة بالاقتراض الدولي دون أي خطط للنهوض بالواقع الاقتصادي. إذن مشاهدينا الكرام، نضع تحت الضوء أحداث عام 2020 على المستوى السياسي والصحي والاقتصادي وما رافقه من انتهاكات في حقوق الإنسان العراقي مع استمرار دوامة الفساد وتغول الميليشيات. تفضلوا معنا في حوار تحت الضوء، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. والأستاذة إيناس زايد الناشطة في حقوق الإنسان تنضم معي عبر سكايب من عمان. أستاذة إيناس مرحبا بك. مرحبا بك دكتور سمير وبضيفك الكريم وبالمشاهدين أيضا. أهلا بك أستاذة إيناس. أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي، يعني بلا شك أن عام 2020 عام ثقيل على العراقيين على المستوى السياسي، على المستوى الصحي، على المستوى الاقتصادي. لو تحدثنا عن المستوى السياسي، كيف تقيم أداء الحكومة؟ يعني حقيقة رغم التشاؤم ورغم كل ما ورغم المعاناة كلها التي عانى منها العراقيين، أنا أعتقد عام 20 هو امتداد للأعوام السابقة عام 2003 وإلى ما وصلت إليه الأمور إلى نهاية عام 2020، هو امتداد، بمعنى هو تراكم من الأخطاء السياسية، من سوء الإدارة، هو تراكم، يعني تراكمت الطائفية أكبر وأكثر والفساد أكثر، انتهاك حقوق الإنسان، اعتقال، نزوح، تهجير، هي كلها تراكمات، يعني هو لا يختلف عن سابقه من الأعوام، إلا أنه كان هناك وعيا سياسيا لدى المجتمع العراقي، وخاصة لدى منطقة الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، هذا التي كانت تعتبر حاضنة وهي عمق استراتيجي للمشروع السياسي العراقي ما بعد 2003. كان من هناك انطلقت صحوة فكرية سياسية اجتماعية لدى هؤلاء الشباب، مما جعل ضوءا في نهاية النفق، يعني هناك ضوء
في عام 2020 يختلف عن سابقه، بمعنى هناك تفاؤل رغم كل المآسي التي يعيشها العراقيين، لكن هناك تفاؤل من خلال ثورة تشرين التي يعني ثارها الشباب العراقي على الفساد، على الأداء السياسي، على الطائفية، على كثير من سوء إدارة الدولة. لكن حقيقة هو امتداد للسنوات الماضية، وأصبحت متراكمة المشاكل السياسية، وأصبحت متضخمة أكثر فأكثر، بحيث الشعب العراقي ما عاد يطيق ما يجري عليه في الساحة العراقية. وحتى المنظمات الدولية بدأت متشائمة، آخر تقرير للمنظمات الدولية أنه العراق أسوأ بلد على مستوى الصحافة، جواز العراقي أسوأ جواز، الحالة الأمنية في العراق يعني إن لم تكن هي آخر أو ما قبل الأخير. فحقيقة المشهد السياسي في العراق لا يبشر بخير، إلا هناك بوادر لانتفاضة تشرين لعلها تكون هي بادرة خير لإنقاذ العراق مما هو عليه الآن. أستاذة إيناس زايد الناشطة في حقوق الإنسان، مرحبا بك مرة أخرى. عام 2020 هو عام استكمال للانتهاكات التي ترتكب في العراق منذ احتلاله عام 2003. هناك الكثير من الملفات في العراق، ملف النازحين مثلا على سبيل المثال، الملفات الفساد في جميع مفاصل الدولة، انتهاك حقوق الإنسان في داخل السجون وحتى خارج السجون، انتهاك حقوق الطفولة، انتشار المخدرات، انتشار حالات الانتحار، كل هذه ربما سمة من سمات عام 2020 في العراق. الكثير من الحقوقيين وصفوا هذا العام بأنه العام الأسوأ، ووصفوه بأنه عام الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. كيف تنظرين إلى عام 2020 ومرور أحداثه على العراقيين أستاذ إيناس؟ نعم، يعني كما ذكرت دكتور سمير، هناك جملة من الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان تمت في العام 2020، لم يكن أبدا يعني عاما سهلا على العراقيين، وأيضا لم يكن مختلفا عن باقي الأعوام مع ظهور انتهاكات جديدة تزامنت مع العراق اعتراضا على يعني ممارسات وأيضا ظهور انتهاكات يعني بدرجة أكبر من قبل قوات الأمن العراقية تجاه المتظاهرين، وصلت في يعني إلى حد القتل وإلى حد الاختفاء. نعم، هناك خلل في الصوت أستاذة إيناس زايد، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى عندما يتم إصلاح هذا الخلل. بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي، الكثير ممن وصفوا هذا العام بأنه العام الأشد والأثقل على العراقيين، الكثير من الملامح ترافقت مع أحداثه، على سبيل المثال قضية المدن المدمرة إلى الآن في العراق، قضية استمرار أزمة النازحين في العراق، قضية الاستمرار في تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي، مثلما تفضلتم أنه حلقة ربما في السلسلة متواصلة منذ عام 2003. ولكن هنا يعني كيف تبلور هذا المشروع؟ إلى أي مدى تحقق أهداف هذا المشروع؟ إلى أي مدى يستمر المواطن العراقي بدفع الثمن؟ يعني هو المشروع حقيقة ماشي على قدم وساق. أنا قلت لك أنه انتفاضة تشرين أعطتنا أمل بإعاقة هذا المشروع، لكن المشروع ما زال مستمرا. نحن نودع عام 2020 ولدينا تقريبا قرابة 1000 شهيد من شباب الانتفاضة، لدينا الآلاف من المعتقلين والجرحى، لدينا الملايين من المهجرين والنازحين، لدينا حالة فقر أصبحت يعني كبيرة جدا. هذا المشروع يسير على قدم وساق، ولكن علينا أن ندرك أن هذا المشروع هو ليس مشروعا عراقيا، والأدوات العراقية التي قائمة على هذا المشروع ما هي إلا أدوات، هذا مشروع دولي تدعمه دول إقليمية وعلى رأس إيران. فالعراق يعني هو ليس أمام فقط حكومة تدير شأنه وارتكبت أخطاء ويمكن إصلاح هذا الوضع بسهولة، بمعنى أنه الأمر داخلي فقط، لا، الأمر خارجي، الأمر دولي، يعني تواطؤ دولي مع الشعب العراقي، دعم دولي لهذه الحكومات التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه، دعم إيراني مطلق لما أوصلت، حتى دعم بعض الدول العربية وسكوتها يعتبر دعم إن كانت لديها تمتلك فكرة قومية وأمن قومي عربي فهي أيضا داعمة لهذا المشروع، بمعنى الشعب العراقي يعني أخلي بينه وبين هؤلاء.
لهذا السبب المشروع ما سار على قدم وساق. التغيير الديموغرافي ماضي، ملايين المهجرين ما زالوا، ولا يوجد أي بادرة من المجتمع الدولي لإيقاف هذا المشروع ضد العراق. لماذا البعض في بداية عام 2020 قال بأن هذا العام ربما من سماته أنه سيكون عام المواجهة بين الولايات المتحدة والميليشيات، وخاصة أنه شهد منذ بداية هذا العام مقتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني مع أمادي المهندس؟ يعني من وجهة نظرك، يعني ما الذي طرأ بحيث أن هذه العملية، عمليات المواجهة، لا زالت خلال هذا العام تتأرجح ما بين تصريحات بقصف السفارة الأمريكية وما إلى ذلك؟ يعني شوف، أنا أختلف مع الكثير الباحثين والمحللين في قضية علاقة إيران بالولايات المتحدة. أنا أستبعد مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، والأقرب لدي هو التخادم فيما بينهم على الأراضي العراقية. كل ما يجري هو حرب كلامية إعلامية. ما كان لإيران أن تطأ قدمها على الأراضي العراقية والهيمنة على القرار السياسي العراقي لولا هناك رضا أمريكي. الأمريكان هم من منح الإيرانيين الضوء الأخضر للهيمنة عليها، وهم وكلاء الولايات المتحدة، وهم وكلاء الاحتلال المباشر الإقليمي على الأراضي العراقية. أنا أعتقد منذ 4 سنوات وقبل 4 سنوات نحن نسمع ما التصريحات الأميركية التي تتهم إيران بدعمها للإرهاب، وإيران تتهم إيران أمريكا بأنها الشيطان الأكبر، لكن لم تحدث أي مواجهة بينهما. حتى قاسم سليمان عندما استهدف قتل على الأراضي العراقية ليس بسبب سياساته في العراق. علينا أن نحي هذه المسألة. المجتمع الدولي والولايات المتحدة ليست لديهم مشكلة فيما تقوم فيه إيران على الأراضي العراقية. هم ليسوا حماة العراق ولا المجتمع الدولي. لديهم مشكلة مع إيران في سلاح النووي، في قوتها الصاروخية، حماية الكيان الصهيوني، مصالحهم الشخصية. لكن هم ليس خلافهم مع إيران على من أجل المجتمع العراقي والعالم العربي وما تقوم به إيران مشعل حرائق. فإذا أنا أجد التخاذل بينهم كثير، وأشغل العالم العربي وخاصة العراق بأنه اليوم وغدا ستحدث مواجهة، واليوم وغدا ستحدث مواجهة. وكذلك من يسمون نفسهم بالمقاومة أطلقوا عشرات الصواريخ، لم يصب ولا صاروخ واحد على جندي أمريكي ويقتله. وأيضا موجة أنه السفارة الأمريكية سوف تغلق، وأغلقت السفارة وخرج السفير، وهي كلها كذب، في كذب حرب إعلامية. الولايات المتحدة لن تخرج سفارتها من العراق، وهي لم تخف من إيران، بل هذا سيناريو متخادم بينهم، والشعب العراقي هو الذي يدفع الثمن، والمنطقة العربية أيضا تدفع الثمن. نعم، عادت معنا أستاذة إيناس زايدة ناشطة في حقوق الإنسان. أستاذة إيناس مرحبا بك، تسمعينني الآن؟ أسمعك بشكل جيد. أي نعم دكتور سمير، أهلا بك أستاذ إيناس. يعني تحدثنا عن موضوع أنه العراق الآن وصف عام 2020 فيه بأنه العام الأكثر انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. ما أبرز هذه الانتهاكات التي رصدتموه في العراق؟ نعم، يعني مثل ما قلت سابقا، يعني عام 2020 كان يعني مليئاً بالانتهاكات الواقعة على العراقيين، كانت بشكل أساسي مرتبطة بالأحداث أو الاحتجاجات التي قام بها سكان العراقيين والتي شهدها العراق في تشرين أول 2019 وامتدت إلى شهر أبريل 2020، والتي للأسف راح قتلها 487 شخص، وأيضاً إصابة 7000 تقريباً من الشباب خلال المظاهرات. يعني فعليا حتى استهداف هؤلاء الأشخاص قد تم رصد العديد من الحالات التي يعني وثقت استهدافا ممنهجا لهؤلاء الأشخاص. كان الاستهداف بدافع القتل، بدافع يعني انهاء الحياة، لم يكن هناك تناسب أو ضرورة من أجل استهداف المدنيين بهذه الطريقة، إضافة إلى احتجاز آلاف من المتظاهرين، بالإضافة إلى ظاهرة أصلا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموجودة أصلا في العراق، وهناك العديد من السجون السرية التي فعليا غير رسمية ولا يعرف من يعني الذي يدير هذه السجون، بالإضافة إلى حالات من الإعدام خارج نطاق القانون، وأيضا التعذيب الممارس في بعض المعتقلات، والذي يعني فعليا تم رصد شهادات حية ومؤلمة للغاية في هذا الصدد. فضلا عن ذلك هناك حرمان من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، لم يكن هناك محاكمة عادلة بحق الأشخاص الذين نفذت بحقهم عقوبات كانت تصل
في بعض الأحيان إلى الإعدام، بالإضافة إلى منعهم من يعني تمثيلهم بواسطة محامي على سبيل المثال، أو حتى تقديم دفوعهم على ما تنسب إليهم من جرائم والتي ارتبطت بالدرجة الأولى بانتماءاتهم إلى داعش، على الرغم من عدم وجود أدلة لهذا الأمر، الأمر الذي فتح أيضا مجالا من أجل تصفيات شخصية بحق بعض الشخصيات بدعوى انتسابهم إلى داعش. هذه يعني كانت أخطر الانتهاكات التي تمت بعام 2020. يعني وهناك ملفات أيضا أخرى لا تقل أهمية عن هذا الأمر، ملف النازحين الذين يعني هجروا قصرا من أماكنهم ومن ديارهم، وهؤلاء أيضا الذين يعني رغبوا بالعودة إلى بلدانهم ولكن منعوا من ذلك تحت مبررات واهية، ولكن بالتأكيد هي تحمل يعني أهداف أخرى غير حماية هؤلاء المدنيين. ملف النازحين أيضا في العراق والمعاناة والمأساة الإنسانية التي يعيشونها، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، من حيث انعدام الرعاية الصحية بشكل كامل، وأيضا انقطاع يعني الخدمات أو البنى التحتية من الكهرباء وذلك. هذا كله يعني دكتور سمير، هذه الانتهاكات يعني العام دعنا نقول أو الأساسية التي عانى منها العراق خلال عام 2020، ولكن هناك انتهاكات امتدت عبر السنوات حتى قبل عام 2020، متمثلة في انحربان من التعليم، من العمل، وأيضا من متطلبات الحياة الكريمة. هذه الانتهاكات لا يمكن أيضا يعني غض الطرف عنها، لأنها أيضا مؤثرة، وهي أيضا مع مرور الوقت تتفاقم وتصبح أسوأ. يعني كان فعليا عام 2020 مليئا بهذه الانتهاكات، وكنا نتأمل أن يكون هناك تحرك من قبل يعني المجتمع الدولي أو حتى على المستوى الحكومي العراقي باتجاه إنهاء هذه الانتهاكات، ولكن للأسف لم تكن هذه الجهود ضمن المطلوب. نعم، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ إيناس. أستاذ حسين سبعاوي، يعني الحديث عن الانتخابات المبكرة في العراق ربما أحد نتاجات ثورة تشرين، هناك من يحاول أن يعيد تدوير نفس الوجوه ونفس العناصر للمنظومة التي يطالب المتظاهرون والثائرون بإسقاطها، إسقاط نظام المحاصصة والتغيير السياسي في العراق. لازلنا نتحدث عن هذه الانتهاكات التي كانت ربما هي السبب الأبرز لانطلاق ثورة تشرين المطالبة بتغيير النظام في العراق. ترى أن الوعي السياسي قد ازداد شعبيا في العراق لنقل حتى قبل عام 2020 بثلاثة شهور مع انبثاق ثورة تشرين. جوبهت هذه الثورة بالحديد والنار، اعتقل الناشطون، اغتيل الناشطون، حاولوا إخماد هذه الثورة بالرصاص الحي بشكل مباشر وأمام الكاميرات، أمام أنظار العالم. ترى يعني إلى أي نقطة ممكن أن تصل ثورة تشرين من خلال مراقبتكم ومن خلال متابعتكم لأبرز أحداثها؟ يعني أنا أعتقد ثورة تشرين تحتاج إلى حاضنة شعبية أكبر بعد. ثورة تشرين هي تمثل كل العراقيين، هي تحمل مشروعا وطنيا. ذكرت في البداية أنه موضوع الانتخابات المبكرة هو من ثمرة ثورة تشرين، لكنها يراد سرقتها. لو نذهب إلى الانتخابات اللي قبلها، كم كانت نسبة المشاركة ولماذا؟ نسبة المشاركة وفق كافة التقارير اللي تبالغت يعني تتجاوز 20-25%، بمعنى 75% من المجتمع العراقي لم يشارك. اليوم إذا ما يراد أو أريد تدوير نفس الوجوه، أنا لا أتوقع هناك ستكون مشاركة ولا تصل إلى مستوى 20%، فقط جمهور الأحزاب سوف يشارك بهذه الانتخابات. اليوم الانتخابات العراقية من 2003 وإلى الآن معروف عنها، عرف بالضرورة ولا يختلف عليها عاقلين، بأنها انتخابات مزورة، انتخابات ينتهك فيها قانون الانتخابات وينتهك فيها الدستور العراقي نفسه، أنه كيف الميليشيات تشارك في انتخابات، كيف لقوات أمنية تكون لها مرشحين ويكون لهم دعاية انتخابية، كل هذا هو مخالف لقوانين الانتخابات. غياب الرقابة الدولية على الانتخابات، غياب الشفافية، المال الفاسد، قوة السلاح، كل هذا لا يعني هناك انتخابات في العراق. هذه المسرحية يجب أن تنتهي بانتخابات جديدة يشرف عليها المجتمع الدولي مباشرة، مع محاسبة كافة هؤلاء الذين لا الفاسدين ولا يحق لهم الترشح. وهذا أستبعد، بمعنى أنه
ثورة تسرين ما جاءت لتدوير هؤلاء، وإنما جاءت للتغيير الشامل والكامل للعملية السياسية في العراق بعد 2003. الآن يراد سرقة هذا الجهد بتقنين قانون للانتخابات الجديدة، ومن ثم يعاد نفس الأشخاص بطريقة وبأخرى، يرشح أنفسهم من خلال إما يفرضون نفسهم إما من خلال قوة السلاح وإما من خلال المال الفاسد، وتعاد نفس العملية. أعتقد إذا ما قامت الحكومة بنفس الإجراء وهذا الذي ستقوم به، ستكون هناك المشاركة تحصر فقط على بعض جمهور الأحزاب ولا يتجاوز 20% مطلقا. سيكون هناك انكفاء من الشعب العراقي ومقاطعة شاملة شبه كاملة، وما بعدها ستعطي زخم جديد لثورة تشرين. ستعود ثورة تشرين بآليات جديدة بوسائل جديدة، لأنه يبدو أن الوسائل السلمية الأولى لم تنفع في التغيير، فلا بد من إيجاد وسائل أخرى لعلها تصل إلى التغيير الشامل الذي يطمح إليه الشعب العراقي. طيب أستاذة إيناس، المنظمات الإنسانية كيف تقيمين دورها في خلال العام 2020 بالنظر إلى جم الانتهاكات الكبيرة المرتكبة في العراق مثل ما تفضلت أيضا، وخاصة أن هذا العام شهد جائحة اجتاحت العالم هي جائحة كورونا؟ الكثير طبعا في نقطة مهمة، الكثير من يتحدث عن التباعد الاجتماعي والمعايير ووجوب وضع حد لانتشار لهذا الفيروس في المجتمعات، ولكن نلاحظ أن العراق في كوكب آخر. المنظمات الدولية الإنسانية بالتأكيد لها علم بما يجري داخل السجون والمكتظة وما فيها من انتهاكات بحقوق الإنسان. كيف تقيمين دور هذه المنظمات في متابعة هذه الانتهاكات؟ نعم، يعني إن كنا نريد أن نقول من الناحية الحقوقية، فهناك يعني العديد من المنظمات الدولية، أيضا مكتب حقوق الإنسان التابع إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قام بإصدار أكثر من تقرير وأصدر أكثر من يعني مطالبة بموضوع يعني المحاسبة المرتكبي الانتهاكات أو حتى يعني إحالتهم إلى القضاء المختص. كان هناك مطالبات من قبل المنظمات أيضا بوقف يعني الانتهاكات واحترام حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالاحتجاجات، وأيضا عدم استهداف المدنيين بصورة عشوائية، لأنه فعلا كان هناك استهداف بصورة عشوائية وبصورة ممنهجة كما ذكرت لك. يعني كان هناك يعني ضرورة لتحقيق العدالة في هذا السياق، ولهذا هناك جهود أممية كانت فعليا يعني ترصد ما يحدث على الأرض وتقوم بإصدار تقارير والتوصيات إلى الحكومة العراقية بوصفها السلطة الفعلية على الأرض. أما من الجانب الإنساني فيعني كان هناك فعليا ضعف في مساعدة المدنيين فيما يتعلق في الإمدادات الصحية، خاصة عندما نقول عن انتشار ظرف يعني ووباء عالمي يعني أثر على العالم ككل وأيضا على العراق بشكل خاص، لأنها يعني هناك بعض المناطق تفتقر بشكل كامل إلى المستشفيات، إلى الرعاية الصحية، إلى حتى المعدات اللازمة من أجل يعني ممارسة التباعد الاجتماعي أو حتى يعني إجراءات العزل الصحي والحجر الصحي. كان هناك يعني نقص في هذه المعدات، لم يكن هناك فعليا يعني توريد بشكل كاف لهذه يعني المعدات. يعني بشكل عام أنا يعني نرى كحقوقيين بأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة العراقية بتوفير كافة هذه المتطلبات. الحكومة العراقية اليوم يعني بوصفها السلطة الموجودة على الأرض هي مسؤولة عن توفير كافة يعني المتطلبات. ابقي معي يا أستاذ أنس، سنعود إليك مرة أخرى. لم يكن هذا الأمر موجود في خلال عام 2020، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم الأخذ بتوصيات المنظمات الأممية فيما يتعلق بإحالة الانتهاكات إلى المحاكم. يعني لم تقم فعليا الحكومة العراقية ب يعني أي جهد في هذين الملفين، ولهذا يعني يتساءل يعني الشخص الناظر للشأن والملف العراقي
فعليا ما هو دور الحكومه العراقيه اليوم في هذا الصدد وفي مواجهه كافه هذه الظروف الانسانيه والحقوقيه ايضا المترديه. يعني هذا الامر نؤكد بشكل قاطع بان الحكومه العراقيه يقع عليها كامل المسؤوليه في هذا الصدد. طيب. ومن ثم ينتقل الامر الى المجتمع الدولي الذي قصر بطريقه او باخرى وخاصه في وظيفته بحفظ السلم والامن الدوليين بمحاسبه يعني الحكومه العراقيه او فرض عليها عقوبات من اجل عدم التزامها بما تضمنته المواثيق الدوليه والقانون الدولي الذي ايضا يعتبر او يعد العراق جزء من هذه الاتفاقيات وقد صادق على جلها ولم يلتزم بها. المسؤوليه مشتركه ولا يوجد هناك يعني طرف غير مساءل في هذا الصدد، ولكن نحن نقول دائما بان الحكومه العراقيه هي المسؤول الاول عما يجري الان في العراق. معنا استاذ انس، سنعود اليك مره اخرى. استاذ حسين، بالطبع يعني الحديث عن فساد القطاع الصحي ليس جديدا في العراق، نقص المستلزمات، نقص الادوات، نقص الكوادر الطبيه، نقص المواد في هذا القطاع، الفساد المستشري فيه وفي جميع مفاصل الدولة تحديدا في القطاع الصحي. كيف تقيم الأداء الحكومي في ظل انتشار جائحة كورونا ووصول الأعداد الهائلة من الإصابات ومن الوفيات في العراق؟ يعني شوف، حتى واحد يتكلم بكل إنصاف بكل حيادية، عاد ما أريد أقيم أداء أي حكومة علي أن أتي بالأرقام وأنا ذاك أستطيع أن أقيم. اليوم العراق هو يعتبر رقم واحد بعدد الإصابات والوفيات في العالم العربي، هذا يثبت هناك تقصير واضح جدا. نعم، جائحة كورونا هي جائحة عالمية أصابت العالم جميعا، لكن هناك دول استطاعت من خلال توفير المستلزمات الطبية والمستشفيات الراقية والأجهزة الطبية المتطورة استطاعت أن تقلل من عدد الإصابات ومن عدد الوفيات. عندما تأتي وتنظر إلى عدد الإصابات في العراق وعدد الوفيات تجد هو الأعلى عربيا، وهذا الأمر يثبت أن هناك تقصير واضح من قبل سواء وزارة الصحة أو من خلال الحكومة العراقية. طيب لو نأخذ وزارة الصحة من بعد 2003 وإلى الآن، وزارة الصحة هي ليست ملك عقار لجهة، الوزارات ليست ملك، يعني ممكن نقول أنه دورة انتخابية يكون الحزب الفلاني هو يستلم وزارة الصحة، لكن وزارة الصحة بالعراق من بعد 2003 وإلى الآن جهة واحدة مستلمتها، بمعنى هي تتحمل المسؤولية الكاملة على الفساد. وندرك أنه كيف الوزيرة السابقة تنتمي إلى التيار الصدري الذي هو مستولي على وزارة الصحة من 2003 وإلى الآن، كيف ظهرت عمليات الفساد من خلال استيراد المواد الصحية، من خلال يعني أجلكم الله أحذية طبية وإلى آخره، قصة طويلة جدا. اليوم لم يبنى مستشفى واحد في العراق ما بعد 2003 مع هذه الميزانية الانفجارية الضخمة وحصة وزارة الصحة الكبيرة جدا. إذا لا يوجد مستشفيات، كل اعتماد على المستشفيات القديمة، وهدمت المستشفيات القديمة في المناطق اللي الغربية بمعنى السنية، خلنا نقول دمرت البنية التحتية كاملة، يعني ألا يفترض بالحكومة العراقية أن تعيد بناء هذه المستشفيات وهي لم تعد ولا مستشفى واحد، تأتي بمستشفيات كرفانات. هذه المستشفيات الكرفانية أكل عليها الدهر والشرب حتى في الأرياف في دول متقدمة، بالأرياف بعد ما يقبلون بمستشفيات كرفانية. اليوم في مدينة الموصل مستشفى كرفاني يعالج به أمراض مزمنة أو مصابي جائحة كورونا، هذا الأمر غير مقبول إطلاقا. عملية الفساد وصلت إلى يعني أعلى قمة من الوزارة إلى أصغر موظف متهمين بالفساد، جنوا المليارات على حساب مرضى المجتمع، يعني مو ليس على حساب المجتمع، ممكن واحد يعني يكون يفسدون على حساب المجتمع المتعافي، لكن أن يكون الفساد والثراء المفرط على حساب المرضى هذه حقيقة جناية كبيرة جدا، جريمة ضد الإنسانية. فما يجري في وزارة الصحة العراقية حقيقة هي جريمة ضد الإنسانية، يعني نفذت ضد الشعب العراقي من إهمال صحي، من عدم وجود مستلزمات طبية، قلة موظفين، إهمال المرضى. المشكلة أن النواب يعني من التيار الصدري يتحدثون عن إهمال القطاع الصحي والانشغال بصفقات فساد. هذا التيار الصدري لاحظ من بعد 2003 وإلى الآن كلما خرج الشعب العراقي في تظاهرات ودخل معهم وينادي باسمه،
ويأخذ ويحصد الناتج ويعود المتظاهرين إلى مكان حالي. هذه الازدواجية ما عادت تنطلي على الشعب العراقي، ما عاد أحد يقبلها. كيف تطالب أنت بتصليح الوضع الصحي والسياسي وأنت لديك 40 نائب، لديك 4-5 وزارات، لديك 10 درجات خاصة تقريبا؟ كيف أنت مسؤول؟ أنت ليس مواطن عادي حتى تطالب، أنت المسؤول وأنت تطالب، هذه ازدواجية. لكن لاحظنا أنه في انتفاضة تشرين أدركت هذه الازدواجية ورفضت مشاركتهم في هذه الانتفاضة، وكانت تطلق يعني شعارها الكل يعني الكل. ولهذا السبب أنه أصبح صدام واستهداف من قبل ميليشيات التيار الصدري لهؤلاء المتظاهرين، لأن ما عادوا كالسابق كما يطلق عليه في اللهجة العراقية ركوب الموجة. ما عاد يركبوا موجة التظاهرات، ما عاد يركبوا موجة المعارضة السياسية، ما عاد يستطيعوا أن يركبوا أن يتكلموا عن المظلومية. ثاني أكبر كتلة بالبرلمان وهو يتكلم عن فساد. إذن أنا ماذا أقول؟ الشعب ماذا يقول؟ 4-5 وزارات، درجات خاصة، إضافة للنفوذ، إضافة للميليشيات، وكل هذا ويتكلم هو عن يطالب بالإصلاح. إذا أنت ما منصلح، من الذي ينصلح؟ العملية السياسية، العمل السياسي بالعالم كله هو يعتبر ملح المجتمع. إذا فسد الملح من يصلح؟ هؤلاء هم يعتبرون يعدون ملح المجتمع في العمل السياسي اللي هم يتولون البلد، وإذا فسدوا هؤلاء من يصلح؟ لا يمكن إصلاحهم إلا بثورة. طيب أستاذة إيناس، بالعودة إليك مرة أخرى، بالحديث عن أساليب التوثيق واستخدام هذه الوثائق لإدانة المتسببين بالانتهاكات داخل العراق، لنتحدث عن عام 2020 وما جرى فيه من انتهاكات، وبالتطرق أيضا إلى أساليب توثيقكم لهذه الانتهاكات. هل من نظام للمساءلة والمحاسبة يمكن تفعيله على مستوى المجتمع الدولي الذي تحدثت قبل قليل وذكرت أنه لم يتدخل يعني إحقاق الحقوق للشعب العراقي؟ نعم، يعني أولا فيما يتعلق بأي جريمة ارتكبت على أرض العراق ومن خلال المسؤولين والقادة العسكريين الموجودين في العراق، فكان لابد من أن يتم إحالة كل شخص متورط بأي انتهاك مهما عظم أو صغر إلى القضاء العراقي، وكان يجدر أن يتم المحاسبة على الفور ودون يعني حتى أن يكون هناك مطالبات سواء محلية أو دولية بهذا الأمر، لأن الجريمة هي جريمة وهي انتهاك للقانون، والقانون العراقي أصلا يجرمها، فكيف يتم الإفلات من العقاب بهذه السهولة وبهذه الطريقة؟ يعني لا يوجد نظام قضائي ونظام قانوني سليم يقبل هذا الأمر. ولكن يعني بأيضا يعني بناحية أخرى، عند القول عن عجز لمحاكمة ومحاسبة الأشخاص الضليعين في هذه الجرائم، سواء لعدم معرفة شخصياتهم بالاسم أو حتى من يعني بدعوى التستر عليهم لأغراض سواء سياسية أو يعني أي أغراض أخرى غير أغراض قانونية، فهذا الأمر يعني يجعل هناك مسؤولية مضاعفة على الحكومة العراقية بأنها تتستر على هذه الجريمة، وأن هناك قادة ومسؤولين يتسترون على هذه الجرائم، وهذا الأمر يقيم عليهم المسؤولية الدولية ويجعلنا في هذا الصدد يعني دعنا نقول لنا الحق بالحصول على يعني الإنصاف الدولي، لأنه عند استنفاذ الطرق القضائية المحلية وعدم الوصول إلى إنصاف الضحايا، يستطيع الضحايا في هذا الصدد اللجوء إلى الآليات الدولية سواء كانت حاكم دولية. متحدث حقوق الإنسان، وهذا الأمر متاح بالحق، وكنا يعني أشرنا في عدة مناسبات إلى كيفية التطرق إلى هذه الآليات وكيفية الوصول إليها من أجل إنصاف الضحايا والمدنيين في هذا الصدد. يعني لا يمكن أبدا قبول الأمر كما هو عليه الآن في العراق، يعني العراق سنة تلو الأخرى يكون هناك تعمق أكثر في الانتهاكات. في البداية تم شن حرب على الشعب العراقي بدعوى يعني محاربة داعش، وتم تدمير أهم المدن العراقية في هذه الحرب،
ومن ثم تم تشريد وتهجير الأشخاص الذين يسكنون في هذه المدن قصريا إلى مخيمات. وأيضا بعد أن قام هؤلاء الأشخاص بالهجرة إلى تلك المخيمات، تم إعادتهم قصريا إلى البيوت المدمرة والمدن المدمرة، وتم تجريف المخيمات يعني في ظل ظروف مأساوية وصحية سيئة يشهدها العالم اليوم. وعندما خرج هؤلاء الأشخاص احتجاجا على ما يعني تعرضوا له من ظلم وانتهاكات، جوبهوا بالقتل وبالاستهداف المباشر الذي يعني يعتبر خرقا يعني كبيرا للقانون الداخلي العراقي وايضا للقانون الدولي. يعني نشاهد للاسف ان عاما بعد عام يكون هناك امعان اكثر في الانتهاكات تجاه العراقيين، لا يوجد حل، لا يوجد محاسبه، وعدم وجود محاسبه يجعل الاشخاص او المسؤولين عن هذه الانتهاكات يرتكبون المزيد منها. لذلك لابد من المحاسبه، لابد من التدخل الدولي لمعاقبة كل شخص متورط بهذه الانتهاكات من أجل وقفها على الأقل، حتى لا نقول بأن عام 2021 سيكون أيضا امتدادا لهذه الانتهاكات. نعم سادة إيناس. سادة حسين، شهد عام 2020 الكثير من الانتهاكات والكثير من الظواهر السلبية، ومنها انتشار المخدرات، يعني المنافذ الحدودية مفتوحة على مصراعيها، المواد الممنوعة تدخل وتخرج من العراق دون حسيب أو رقيب، وكذلك ازدياد حالات الانتحار في المحافظات العراقية نتيجة يعني انعدام فرص العمل، نتيجة البطالة، ازدياد معدلات الفقر، الكثير من الأسباب. هذه الظواهر من يتحمل مسؤولية؟ أين الحكومة من هذه الظواهر يعني الجديدة في العراق؟ كل دكتاتور يحكم أي بلد يساهم في مثل هذه العادات السيئة أو هذه الجرائم التي تصاب بها المجتمع. لاحظ أغلب الأنظمة الدكتاتورية تساهم في مثل هذا لإشغال المجتمع على المطالب السياسية. الشاب الذي يتعاطى المخدرات ليس له مطلب سياسي. الشاب العاطل الذي ليس له لا عمل ولا وارد ولا أي شيء ليس له مطلب سياسي. هذه الجرائم التي لاحظناها وانتشرت وتوسعت، خصوصا قضية المخدرات وتفكيك الأسرة العراقية بعد عام 2003، طبعا معلوم أنه كالمصدر المخدرات هي إيران، يعني العراق كان ممرا، الآن أصبح ممرا ومتعاطيا، لأن المخدرات قسمين، قسم ممر يعني بمعنى بس يبيع، وقسم تعاطي. التعاطي خطر على المستوى المجتمع، على المستوى الجنائي لا، البائع هو جريمته أكبر من المتعاطي. فالعراق فيه هو ممرا وهو أيضا بنفس الوقت متعاطيا لهذه المواد السامة. هاي مواد سامة، عندما يصل الشاب إلى هذا المستوى هذا يرتكب أي جريمة أمامه، وخصوصا إذا احتاج من المال ولم يعني يتيسر شراء هذه المادة يقتل. سمعنا كثير من قتل أبوه، من قتل والدته، وسمعنا بنات قتلت أزواجها، زوجات قتلت أزواجها، وأزواج قتلوا زوجاتهم. لكن أبشع جريمة أنا الذي شفتها بعام 2021، وتفضل هذه أن تسجل عالميا، يعني عندما مرأة تأتي بأطفال اثنين وتلقاهم على نهر دجلة من فوق الجسر، هذه أكبر جريمة. هذا الطفل شنو ذنبه؟ هذا المرء أين الحنية، أين العاطفة الأم لهؤلاء الأطفال؟ السبب يعني يعني هو هذا السبب، سبب تفكك الأسرة. لا الأم مسؤولة على الأطفال، لا الأب مسؤول يتحمل مسؤوليته تجاه الأطفال، لا تعليم للأطفال، تسيب. البعض أرجعوا ذلك إلى انتشار المخدرات، انتشار المخدرات إذن لأنه منافي للحالة الفطرية. نعم بالتأكيد. فإذن الحكومة العراقية، وأنا لا أستبعد، لا أستطيع أن أتهم بالأسماء، ولكن لا أستبعد أن هناك جهات سياسية ساهمت في هذا الانتشار على مستوى الربح وعلى مستوى الإفساد في المجتمع. يعني وإلا كيف تعبر هذه المواد الكبيرة وهذه الكميات الهائلة تدخل إلى العراق دون رقيب؟ ألا يوجد حدود؟ ألا يوجد يعني سيطرة نوعية؟ ألا يوجد تفتيش؟ ألا توجد جهات أمنية؟ يوجد جهات سياسية؟ يعني إذا هناك، وخصوصا تجارة المخدرات، كلما يكون هناك تواطؤ سياسي معها تنتشر أكثر. لاحظنا في كولومبيا في غيرها، تلاحظ المافيات هي التي تعين المسؤولين الكبار بسبب نفوذها. فجريمة المخدرات لابد أن يكون بها طابع سياسي، لا يمكن أن تنتشر ببلد بدون على الأقل هو غض طرف سياسي من جهة. إن لم يكن هناك تواطؤ مباشر، سواء القصد منه الإفساد في المجتمع أم الحصول على المال الأكثر، النتيجة هو
الفساد والتشرب. لاحظ تقرير البارحة والبارحة صدر حالة الطلاق، بس حالات الطلاق في العراق أكثر من 8000 حالة طلاق بشهر، بشهر 8000 أسرة تفككت. تصور إذا بالسنة كم؟ بالسنوات المقبلة القادمة إيش قد؟ الزواج ما يطول شهر وينتهي بين الزوجات، والأسرة تنتهي، والأطفال يتشردون، هذه كلها هو تدمير المجتمع. إذا تدمرت الإنسان البقية بسيطة، تدمير المدرسة والجسر والسوق وهذه كلها. خلال عام 2020 يعني الكثير من السياسات الحكومية أو الإجراءات أو القرارات، البعض من الاقتصاديين وحتى السياسيين وصفوها بأنها لا تمت للإدارة السياسية أو الإدارة الاقتصادية بصلة. يعني على سبيل المثال مثلا، يعني نتيجة تفاقم معدلات الفقر وازدياد معدلات البطالة، تحدثنا عن هذه الأمور التي هي نتائج. لو نتحدث عن السياسات مثلا الاقتصادية، هل ترى أن مثلا يعني كما هو معروف أن العراق هو يعتمد على النفط، مع انخفاض أسعار النفط هناك إجراءات اتخذت، اقتراض خارجي، يعني تخفيض قيمة العملة العراقية الدينار العراقي أمام الدولار العراقي. البعض من السياسيين يتهكم يقول هل هناك يعني حكومة يعني تستهدف ضرب عملة بلدها؟ يعني عندما نتكلم عن أيضا على موضوع الاقتصادي، علينا أن نتكلم عن واردات العراق، عن إمكانية العراق الاقتصادية. العراق بلد نفطي، لديه أراضي زراعية، لديه حدود مع الدول بمعنى تجارة بحرية برية متوفرة، لديه موارد أخرى غير النفط، لديه سياحة سواء دينية أم سياحة يعني عادية. الناتج القومي للعراق يعني يفوق كثير من الدول. العراق سابقا ليس عليه مديونية، رغم ما يعني التطور الذي يعني حصل فيه من تصنيع وإلى آخره، فيه مصانع، فيه كل شيء. عندما بلد يمتلك هذه المقومات التي تقوي الاقتصاد ومع ذلك يفلس، بمعنى هناك عملية فساد منظمة كبيرة جدا. وهذا حجم الفساد لا يمكن أن يقاس بالأرقام، مليار، 50 مليار، 100 مليار، لا الأمر أكبر بكثير من هذا. هذه عملية الفساد التي وصلت المجتمع العراقي إلى أن الدولة العراقية تستدين لتدفع رواتب المواطنين، ومن ثم آخر إجراء ما قاموا به هو ضرب العملة الوطنية بالعالم. بالعالم كله لا يوجد حكومة تضرب عملتها الوطنية، لا توجد حكومة، جميع الحكومات جل سياساتها أنه ترفع من سعر العملة الوطنية أمام الذهب وأمام الدولار والعملة الصعبة. هذا جل أهداف الاقتصاديين، هدفهم الحقيقي أنه يكون هناك ارتفاع لسعر العملة الوطنية على حساب العملة الخارجية، سواء الدولار، الذهب، اليورو إلى آخره. يأتي العراق ويضرب العملة الوطنية وينزل من سعرها حتى يستطيع من خلال الوارد النفطي بالدولار أثناء الصرف يسدد ويؤمن رواتب الموظفين، الذي سيدفع الموظفين تلقائيا، لأن عندما رفع سعر الدولار هو المواطن صح يستلم رواتبه بالدينار، لكن الرئاسات والبرلمان يستلم رواتبهم بالدولار. لكن حتى المواطن الذي يستلم رواتبه بالدينار، هذا الدولار عندما ينصرف 150، هل سعر البضاعة سيبقى كما هو؟ اليوم أسعار البضائع العراقية ارتفعت قرابة 75%. تمام، 75%. طيب يعني أين المصلحة الوطنية وأين المعالجة الاقتصادية للأزمة العراقية التي يعاني منها؟ الأمر مستغرب جدا وغير مقبول، ولا أستطيع أن أبرر ولا أجد جواب واحد على ضرب العملة الوطنية إلا أنه تدمير الاقتصاد العراقي. طيب هذا الأمر أيضا سنتحدث به بعد أن يعني نتواصل مع الأستاذة إيناس زايد. سنتحدث عن موضوع لماذا كل الأزمات التي تفرض على إيران تنعكس بالتالي على الداخل العراقي وعلى الاقتصاد العراقي. أستاذة إيناس، يعني من وجهة نظرك، يعني بناء على ما تحدثتم به، ما هي الحلول من أجل يعني إحقاق الحقوق للشعب العراقي، وضع حد للانتهاكات التي ترتكب بحق المواطن العراقي، سواء في الجانب الصحي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الإنساني داخل العراق؟ نعم، يعني بالبداية الحل الأساسي هو تكون الحكومة العراقية ضليعة بمسؤولياتها كحكومة، من حيث الجهات الأمنية، من حيث الوزارات، أن يكون هناك سيطرة كاملة على يعني السلاح في العراق، لا يجب ترك بعض المناطق يعني بسيطرة ميليشيات مسلحة حتى بموافقة
الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية بهذه الحالة مسؤولة عن هذه الميليشيات المسلحة التي دخلت بموافقتها وبقيت بموافقتها. بالإضافة إلى ذلك، لابد من أن يكون هناك يعني ضبط لمسألة وموضوع الفساد في العراق، حتى يكون هناك فعليا تقدم ويعني ارتقاء بمؤسسات الدولة، وأيضا قيامها بالمسؤوليات الملقاة عليها عاتقها على أكمل وجه. بالإضافة إلى يعني إعادة النظر ب يعني منظومة يعني المنظومة السياسية التي تحكم العراق، من حيث قيامها بالتعامل مع المدنيين سواء كانوا محتجين أو متظاهرين أو حتى كانوا مواطنين نازحين في بعض المناطق. لابد أن تحكم العراق يعني أو يحكم السياسة العراقية أمر واحد، وهو المصلحة الوطنية اليوم وليس مصالح أخرى. ومن ثم ننتقل إلى المستوى الدولي، يعني وأصلاً إن كان هناك يعني تطبيق لهذه الأمور لن يكون هناك حاجة من أجل الانتقال إلى المستوى الدولي، ولكن إذا لم يتم يعني معالجة الأمور داخلياً أو حتى ضبطها داخلياً، لابد بهذه الحالة أن يكون هناك تدخل للمجتمع الدولي سواء من خلال الأمم المتحدة التي يلقى على عاتقها حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأيضاً أجهزة الأمم المتحدة معنية بمحاكمة ومعاقبة المجرمين. موضوع إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين وعدم الإفلات من العقاب هو أولوية اليوم فعلياً، حتى لا تستمر سلسلة الانتهاكات كما ذكرت. يعني هذا ما نتأمله وهذا ما نتمنى، أن يكون هناك يعني خطى جادة في نحوه، حتى لا يعني يستمر مسلسل الانتهاكات في العراق ونكون أمام يعني جرائم لا سمح الله أكبر وأفظع من هذه الجرائم التي تحدث اليوم. نعم سادة إيناس. سادة حسين، لماذا كلما تفرض عقوبات على إيران نجد صداها داخل العراق، سواء كان هناك يعني صدى يعني من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الأمنية، حتى من جهة يعني ضرب المتظاهرين، قمع التظاهرات بالقوة؟ يعني بالتأكيد أن هناك منافع إيرانية داخل العراق من الناحية الاقتصادية، والدليل أن هناك يعني ديون يعني إيرانية مستحقة على العراق لم تدفع، بالتالي الغاز لم يصدر إليه. نتحدث عن موضوع خلال عام 2020، كيف وجدت انعكاسات أي أزمة إيرانية على العراق؟ يعني معلوم بالضرورة أنه كل انعكاس اقتصادي، كل عقوبات على إيران، إيران ستأتي على الحلقة الأضعف والتي تهيمن عليه، وهو العراق، يعتبر نعم. الحديقة الخلفية لها، خصوصا العراق بلد غني وحدها حدود برية، تستطيع عمليات غسيل الأموال، تستطيع عملية التجارة، أدمى يعني سرقة النفط، معالجة وضعها الاقتصادي الذي يعني أصابها من خلال العقوبات الأمريكية. السبب هو الهيمنة الإيرانية، هي أسس المشكلة العملية، الموضوع السياسي. لولا الهيمنة الإيرانية ما كانت إيران أن تهيمن على الاقتصاد العراقي. التصور أنه هيمنة إيران على العراق، من المعيب جدا أن نتكلم ونقول أن هناك ديون عراقية إلى إيران، وكأن العراق يستورد مواد ثقيلة داخل في ثورة صناعية ويستورد من إيران، هي مستوردين مواد من الكهرباء وخضرة وكماليات ومن هذه الأشياء. يعني العراق يعطي مواد نفط ويستورد كماليات، ومع هذا هي بأضعاف أسعارها اللي تهيمن عليها إيران. أكو قضية أكبر من هذا، أكبر من قضية الاستيراد. يعني قضية الاستيراد بيع والشراء ممكن السعر يختلف، لكن عملية غسيل الأموال، عملية البنوك، سحب العملة الصعبة، سحب العملة، هو سحب العملة، البنوك الفرعية أغلبها هؤلاء رؤساء البنوك لديهم ارتباط مع إيران. فإيران هيمنتها على العراق هو عالج مشكلتها الاقتصادية التي تعاني منها بسبب العقوبات، والسبب هو الهيمنة الأمنية والسياسية الإيرانية. لولا هذه الهيمنة لما وصلنا إلى الهيمنة الاقتصادية على العراق وتعارض مشاكلها. فالعراق حقيقة في ورطة، ولا بد أن يتحرر من الهيمنة الإيرانية عليه. عام 2020 في العراق تطور أم تدهور؟
يعني هو انا اعتقد انا ما زلت يعني اقول هناك تدهور، هناك حاله مضافه الى الاعوام السابقه، وهو مجموعه تراكمات على ما قبلها، الا انه يختلف في الوعي الشعبي السياسي لدى انتفاضه تشرين هي بارقه امل، لكن انا لم اعتبر انه ثوره تشرين هي نهايه المطاف، لابد ان تكون لها حاضنه كبيره ودعم دولي لها حتى تستطيع ان تحقق اهدافها، والا الامور تسير من سيء الى اسوء. شكرا لك استاذ حسين السبعوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا استاذ ايناس زايد الناشطه في حقوق الانسان لوجودك معنا في هذه الحلقه. تقبلوا مشاهدينا الكرام مني اطيب تحيه والى اللقاء.